الحمد لله. طب نروح لموضوع مهم، موضوع يعني بقى موضوع يعني النهارده موضوع مهم جدا، موضوع وحضراتكم زي ما كنتوا عارفين يمكن كان امبارح كان اعلن اتحاد الكره ان النهارده في اجتماع، واجتماع مهم جدا للانديه. الاجتماع ده بيخص ايه؟ بيخص ان اداره اللجنه الثلاثيه برئاسه الكابتن احمد مجاهد دعا الانديه عشان نشوفوا حل، يشوفوا حل في ايه؟ في تواصل المباريات وضغط المباريات المتواصل، ده على جانب الدوري مع الارتباطات كمان على المستوى الدولي. عندنا منتخب اولمبي عنده اولمبيات ان شاء الله هذا الصيف، عندنا منتخب ربنا يوفقه في المشوار الافريقي، فكل دوت كان في جلسه النهارده. كمان عارفين التلاحم المواسم السنه اللي فاتت بالموسم دوت، اصابات كتيره جدا بالنسبه للاعبين، فكان في اجتماع مهم جدا النهارده. الاجتماع دوت في اتحاد الكوره كان متواجد فيه معظم الانديه او اغلبيه 99 من الموجودين، يمكن غاب عضو اعتقد من الزمالك وبيراميدز، لكن النهارده كان اجتماع اعتقد مهم جدا. كان ايه الاجتماع ومناقشته كانت ايه؟ هو كان اقترح ثلاث بنود علشان هذا الدوري يقام بشكل او ما يمتدش لحد نوفمبر اللي جاي. كان فيها سهام رقم واحد بيقول ان احنا اولا نلعب المباريات الدوليه بدون اللعيبه الاولمبيين، اللعيبه الدوليه يعني المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول، خاصه المنتخب الاولمبي، ان بطوله الدوري تشتغل تبدا متواصله بدون اللعيبه الدوليه، ان احنا نضغط المباريات بشكل كل 72 ساعه تبقى في مباراه، فهيكون في ضغط في المباريات، وكمان على مستوى كان في كمان مشكله على مستوى المساحات. فالنهارده كان اجتماع مهم جدا برضو، انت معاكي بعد البيان اللي اصدره اتحاد الكوره النهارده طبعا الانديه ونشوف تبعاته. يعني زي ما انت قلت يمكن النهارده الانديه يعني رفضت كلها ان هي تلعب بدون الدوليين اللي بيلعبوا في انديتهم، رفضت اللعب في اثناء طبعا فتره الالعاب الاولمبيه بدون لعيبه المنتخب الاولمبي. انا عايزه اقول لكم بس البيان، لانه البيان ده يمكن بيان اتحاد الكوره النهارده عنوانه استمرار الدوري المضغوط، يعني ده أفضل الحلول الممكنة، يمكن هو ده عنوانه في المجمل. النهاردة الأندية بتتحمل تكلفة المساحات، والنهاردة يمكن اللجنة الثلاثية بتقول أنه تحملها ده قانوني. النهاردة كابتن أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري كرة القدم أو اللجنة الثلاثية اللي بتدير الكرة النهاردة في اجتماعه كان ده مع مندوبي طبعا أندية القسم الممتاز. كنا بنتكلم امبارح أنه كل الأندية هتطرح رؤاها، فالنهاردة رؤية الاتحاد الأول أن تخفف ضغط المباريات على الأندية علشان تتفادى الامتداد الموسم الحالي إلى ما بعد سبتمبر اللي جاي، وحدد ده بموافقة الأندية. فعلى أن تلعب مباريات الدوري كل 72 ساعة، يعني كل 3 أيام، أي الموافقة على أداء أو الموافقة على أدائها بدون لاعبي المنتخب الأولمبي خلال فترتي طبعا إعداده ومشاركته في الدورة الأولمبية زي ما احنا قلنا، بالإضافة إلى لعب الدورين الستاشر والثمانية لبطولة كاس مصر بدون اللعيبة الدولية. ده كان رأي اتحاد كرة القدم أو اللجنة الثلاثية. صحيح. هي ده طبعا ده كان تجنبا لعملية تاني، هنرجع للموسم اللي فات اللي بدأ في نوفمبر. هو اتحاد الكورة عايز أو الأندية عايزة إن هذه المسابقة تخلص يوم 30 سبتمبر قبل نوفمبر. طبعا السنة اللي فاتت مش عايزين تلاحم هذا المواسم، لان بيبقى في مشاكل اولا على مستوى تنظيم طبعا البطوله السنه الجايه، في لعيبه بعقودها بتنتهي، وبالتالي ما ينفعش انك تكرر تجربه السنه اللي فاتت. فكان النهارده التصريحات كمان السيد احمد مجاهد كانت ان الخروج من الازمه ديت والحلول يعني كانت بتهدد شويه الموسم، ان هو يستمر لنوفمبر اللي جاي، ولو استمر لنوفمبر اللي جاي في مشاكل كتيره جدا جدا هتحصل، على سواء على مستوى تعاقد اللعيبه او على مستوى تلاحم المباريات وتلاحم المواسم، وده شيء صعب جدا. يعني كان في دوامه كده السنه اللي فاتت اكيد كلنا عارفينها، ومش عايزين يبقى على الموسم الثالث او الموسم الثالث على التوالي يبقى هذا المشهد. جميع الأندية أعتقد وافقت إن المباريات أولا كاس مصر دور الثمانية ودور الستاشر لازم تتلعب باللعيبة الدولية، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، إن سيتوقف الدوري أو خلال مشاركات منتخبنا الأولمبي في أولمبياد إن شاء الله الصيف دوت كمان الدوري هيقف، يعني مفيش دوري هيبقى موجود أثناء الأولمبياد. كمان قرر الإلغاء كمان الحلول المقبولة شوية، ما كانتش يعني كان في ناس بتقول لك
طيب يعني ممكن الدوري ده يتلغي او كل الامور دي طبعا خارج المناقشات تماما. فخلينا نتكلم ان دلوقتي ان شاء الله الموسم سينتهي يوم 30 سبتمبر، ان المباريات كاس مصر دور ال 16 او دور الثمانيه لازم تتلعب باللعيبه الدوليه على طبعا للمنتخب الاولمبي، وكمان ان الدوري سيتوقف اثناء مشاركه المنتخب الاولمبي في اولمبياد طوكيو ان شاء الله في الصيف دوت. طيب ده موضوع مهم. اخر طبعا تم طرحه في اجتماع النهارده، وهو الحقيقه موضوع يعني يمكن مستجد علينا كلنا وعلى الانديه، مين يتحمل مسحه اللعيبه؟ النهارده الانديه كانت تقريبا كلها يعني في الدوري بتطالب بانه يتحمل هذه التكلفه، هو الاتحاد هو اللي يتحمل تكلفة المساحات الطبية، وده استنادا للي حدث الموسم اللي فات الاتحاد هو اللي تكفل بالأعباء المالية للمساحات الطبية لجميع الأندية. النهاردة الاتحاد عمال بيقنع الأندية انه يكمل هو الموسم، وبان انت اللي تعمل المساحات ديت يعني عن طريقك انت بفلوسك انت. ليه بقى؟ لان بيقول لك ان ده غير قانوني ان انا اتحمل هذه المساحات، وهو طبعا يعني عايز يسير في الاتجاه الاكثر يعني قانونيه بتمثل المديونيه الاكبر، اما فيما يتعلق بالمساحات الطبيه بتمثل طبعا الجزء الاصغر من مديونات الانديه، فيجب ان تتحملها الانديه تطبيقا للائحه اللي وضعت قبل ما يتسلم الاتحاد الحالي ده برئاسه سيد احمد مجاهد هذه المسؤوليه، عشان ما يتمش الاتهام بعد كده. هو قال كده يعني عشان ما تتهمونيش بعد كده ان انا ارتكبت مخالفه بالقانون من قبل لجان التفتيش اللي هتيجي تفتش عليا. بالتاكيد مثل هذه الاجتماعات مهمه جدا لصالح كره القدم المصريه، نتمنى ان يكون هو ده النهج الفتره اللي جايه، ان يكون في اجتماع علشان يحدد مصير الانديه، علشان نتفادى او يعني انه اتحاد الكوره يطلع قرار ويرجع فيه تاني، وبعدين الانديه ترفض، بعدين الانديه توافق، مش عايزين اللبس دوت. لا ان شاء الله مش هيكون في لبس، لان يتكرر. ان شاء الله مش هتكرر، لان من المفروض ان كمان خلال الفتره اللي جايه في اتحاد كوره جديد يبقى في رابطه الانديه المحترفه، وده مهم جدا. يمكن اللي بنشوفه دوت هو المرتبط برابطه الانديه المحترفه، يعني لو في رابطه اعتقد كان الامور ديت هتاخد منهج مختلف شويه وقرارات مختلفه شويه. فبنحيي طبعا اللجنه الثلاثيه ان في لما بيكون في مشكله بتدعي الأندية وبتطرح تساؤلات، والأندية بيكون لها رأي، وده دور إن شاء الله السنة الجاية هيقوم به رابطة الأندية المحترفة. قرارات كتيرة جدا، عشان حضراتكم كمان تعرفوا أكتر عن هذا الاجتماع نروح نشوف النهاردة طبعا اجتماع أو يعني اتحاد الكورة ومقابلته لمعظم أندية الدوري الممتاز 99% كانوا موجودين، نشوف القرارات من خلال التقرير دوت، ونرجع تاني مرة في البيت الكبير. كل الانديه اتفقت ان الدوري هيستكمل، وهيستكمل وكابتن احمد مجاهد رئيس الاتحاد لحد 30/9، دوري وكاس ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله ما فيش يعني خلاف ان ما فيش حاجه اسمها الغى للدوري. يعني ما طرحتش على الترابيزه؟ لا طبعا في طرحت، بس كل الانديه اتفقت ان الدوري يستكمل. طبعا في ناس قالت نلغي الدوري لا نكمل الدوري، فكان القرار النهائي استكمال الدوري. الدولة وينتهي ان شاء الله في 30/9 باذن. ضغط المباريات والله هتبقى الكل بقى، ضغط المباريات دي على الكل، احنا بس بنناشد ان يبقى في تكافؤ فرص مش اكتر، يعني تكافؤ فرص في التوقيت، يعني عشان ما ينفعش العب ماتش النهارده وكمان 48 ساعه راحه وغير يقعد مثلا 3 ايام راحه، فدي ما فيش تكافؤ فرص، عشان الاستشفاء والكلام ده كله شغل المدير الفني يعني. فانا كلمنا كابتن احمد نجات على النقطه دي، وقال ان شاء الله هيحاول يعملها، يعني هيبقى باين التبرعه كلها باينه قدامه في الجدول. لكن مع ضغط المباريات هيتم انتهاء الدوري في اخر شهر 9 باذن واحد احد ان شاء الله. دوري جديد ما اتكلمتوش عليه؟ لا لسه. ابرز ما جاء اليوم استكمال الدوري ثم انتهائه في 30/9، وده كان اهم شيء. ضغط المباريات بطريقه فظيعه جدا، مع مراعاه الفرق اللي هيتاخد منها لعيبه في المنتخب المصري، ان يحرك لها مواعيد ماتشاتها شويه عشان خاطر تقدر تتواهب مع الدوري. المنتخب الاول ولا المنتخب الاولمبي؟ المنتخب الاول. في المنتخب الاولمبي، المنتخب الاولمبي ما اتكلمناش عنه في اي موضوع بقى. ركز كلك على المنتخب الاول. المنتخب الاول في انديه طلبت الغاء الدوري ولا ما فيش؟
في الانديه طلبت تطويل الدوري لحد 30/12. ليه؟ عشان خاطر بيطلع منها لعيبه كتير في منتخب مصر في الماتشات اللي في افريقيا. كوبل بالرفض طبعا. يا فندم كوبل بالرفض. يعني كده استقرته على 30/9 نهايه الدوري ان شاء الله. 30/9 نهايه الدوري تماما. الدوري مضغوط. ايوه. طيب الانديه المشاركه في افريقيا هيراعى الموضوع دوت مع مراعاه ان هو هيلعب ماتش قبل الماتش بيومين وماتش بعد الماتش بيومين. حتى لو النادي هيسافر. حتى لو النادي هيسافر ضغط. هيبقى ضغط جامد قوي على الانديه كده. ضغط جدا جدا جدا. بس لازم ننهي الدوري في 30/9. طيب اتكلمتوا عن الدوري الجديد ولا ما اتكلمتوش عن الدوري الجديد؟ لا ما حصلش حاجه. طيب المساحات قصه المساحات هنشتغل بفكره الرابط اللي هي في حدود ال 200-300 جنيه. الرابط تيست بقى في حدود ال 200-300 جنيه على حساب الانديه. لكن البي سي ار لا. البي سي ار لا الا لو طلع مشكله في الرابط هنضطر نلجا للبي سي ار. الحقيقه كان الهدف كله يمكن كان موضوع او اتنين وانا اثرت موضوع. الموضوع الاولاني ان هو اصبح النهارده نتيجه الارتباطات الانديه والبطوله الافريقيه وارتباطات الانديه المنتخب بالاجنده الدوليه والمباريات كان طبعا واضح ان في تكدس في الجدول اللي بيتعمل وهذا الجدول طبعا بيؤدي الى ارهاق اللاعب. ولمسنا من مسؤولي الاتحاد ان هم حاسين فعلا بان هذا الكلام موجود ويحمل اعباء وجهد كبير على اللاعبين. ولكن ما قدمناش كان غير خيارين. الخيار الاولاني يعني اني 30/9 تحت نفس الظروف مع بعض التحسينات يا اما نرجع تاني لاخر 31/11 ودي هتسبب مشاكل في الالعاب الموسم اللي جايه لاننا في ارتباطات تانيه. فاحنا تم الاتفاق على ان اتفقنا ان احنا ننهي في 31/9 هنتحمل. ولكن طلب من الاتحاد انه يدرس برضو بعض الحالات لبعض الانديه اذا لقى هناك فرصه ان ينقل لفلان مش شرط يبقى مع فلان التاني يتنقل له يتعمل هذا الكلام ونبقى كلنا عن قناعه ان لازم يبتدي يبقى فيه راحه لهذا الكلام. كل التوفيق للكرة المصرية الفترة اللي جاية. هيبقى فيه موسم صعب كمان لكل الأندية. كل 72 ساعة هيكون في مباراة. لكن كل ده في سبيل إن شاء الله نهاية الموسم 30 سبتمبر وبداية إن شاء الله موسم يكون أكثر انتظاما بإذن الله السنة اللي جاية.